بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الأول لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن سوفت وير دايفرستي، دايفرستي اللي هي تنوع السوفت وير، وهنتكلم كمان عن الأبليكيشن تايبس أو أنواع التطبيقات. تعالوا نشوف مع بعض. بنقول سوفت وير انجينيرنج دايفرستي معناها إيه؟ معناها خلي بالك إن السوفت وير بيتنوع تنوع كبير وأنواعه كتيرة، وممكن تلاقي أكتر من برنامج بيؤدي غرض محدد. معايا؟ يعني اذا ممكن تلاقي برنامج بيعمل مثلا وورد بروسيسنج وفي اكتر من نوع. معايا يا جماعه؟ فاذا الكلام ده كله ايه؟ ها؟ الكلام ده كله بيتنوع، السوفت وير كله بيتنوع، لكن ايه، خلي بالك بقى. بنقول ايه؟ بنقول كل سوفت وير منهم له طرقه ومنهجياته المحدده والادوات اللي انت بتستخدمها عشان تطلع منه ايه؟ عشان تطوره وتطلع منه الغرض اللي انت محدده. معايا يا جماعه؟ اذا مش معنى ان في كذا برنامج لغرض محدد ده معناه ان كلهم بينتهج نفس الطرق، لا، في كل برنامج له طريقته وله، ها، ايوه، زي ما نقول له شخصيته يعني، مش كده؟ اه، له طريقته والادوات اللي ايه المستخدمه عشان نطوره. معايا؟ ده الكلام اللي احنا عايزين نقوله. احنا عايزين نقول اه في تنوع لكن المنهجيات والطرق بتختلف. معايا يا جماعه؟ نقول مع بعض الكلمتين دول. بنقول there are many different types of software systems and there is no universal set of software techniques. اه، يعني مش معنى ان في سوفت وير كتير معناه ان في يونيفرسال، حاجه موحده لايه؟ لتطوير السوفت وير دي، مش كده؟ مفيش تقنيات يونيفرسال دوليه يعني ننتهجها، لا. لكن ايه بقى يا جماعه؟ ان السوفت وير انجينيرنج ده ميثودز، الطرق and the tools used depend on ايه بقى؟ the type application being developed. هيعتمد على مين؟ على التطوير بتاعه، هيعتمد على ادوات مختلفه ومنهجيات مختلفه. معايا؟ طيب ناخد امثله بقى للابلكيشنز تايبز يا جماعه، انواع التطبيقات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، انواع السوفت وير اللي انت ممكن تشوفه. اه، بيقول في الجزء اللي احنا هنتكلم فيه ده هنتكلم عن ثلاثه ونكمل ان شاء الله في الجزء اللي بعده. هنتكلم نقول ايه؟ اول تطبيق اللي هو اسمه ستاند الون ابلكيشنز، يعني تطبيقات منفرده. يعني ايه منفرده؟ يعني بتتحط على جهاز الحاسب، وليكن مثلا على البي سي او على اللابتوب عندك، تتحط عليه تشتغل ومش محتاجة حاجة من حد، هتشتغل وتقوم بالمهمة الموكلة ليها ومش محتاجة حاجة وهتنهي مهمتها. بيسموها بقى ايه؟ ستاند الون ابلكيشنز. يعني ايه؟ ها؟ يعني منفردة، تطبيقات منفردة تتحط على جهاز بي سي لابتوب، ها، وتشتغل ومش محتاجة حاجة من حد. اسمها ايه بقى؟ ستاند الون ابلكيشن، ستاند الون ابلكيشن. جميل. في نوع تاني، اه، في نوع تاني اسمه الانتر اكتف ترانزاكشن بيزد ابلكيشنز. ومعناها ايه؟ معناها انها تفاعلية، تطبيقات تفاعلية. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن تكون موجودة تطبيق عندي وموجود تطبيق عندك انت، وبيني وبينك شبكة نقدر نتعامل مع بعض بالتطبيق ده. زي ايه؟ هقول لك، اديك مثال. زي مثلا التجارة الإلكترونية، ممكن اشتري منتج من سيرفر معين او من شركة لها سيرفر، وليكن مثلا الامازون، بحيث ان انا اخد ايه، اشتري كتاب منها ويكون التطبيق عندي، اقدر من خلاله، من خلال التطبيق ده اتفاعل مع الشركة في مكان تاني واقدر اشتري منه، مش كده؟ ده بيسموه ايه؟ اي كوميرس، التجاره الالكترونيه. حاجه تانية يا اخي، مش بتلاقي في ناس بتلعب جيمز كده على الايه، ها، على النتورك، على الشبكه؟ ايوه، تطبيق بيبقى عنده وعندك، مش كده؟ على شبكه بيحصل تفاعل، انتر اكشن، مش كده يا جماعه؟ ده ايه؟ احد انواع الانتر اكشن ترانزاكشنز بيزد ابلكيشنز. جميل. في حاجه كمان رقم ثلاثه، اه، رقم ثلاثه بيسموه امبيدد كنترول سيستمز، وهي ايه؟ سوفت وير، لكن بتتحكم في اجهزه هاردوير. معايا؟ اه، تتحكم في اجهزه وفي هاردوير. طبعا بتلاقي الكلام ده بقى في المصانع، بيبقى مثلا ماشين كبيره، ها، جواها جهاز بيتحكم، بيليها له سوفت وير يتحكم في الجهاز ده. معايا يا جماعه؟ يبقى احنا قلنا كام ابلكيشن لغايه دلوقتي؟ احنا قلنا هنقول ثلاثه ونكمل المحاضره الجايه. هنقول ايه؟ ستاند الون ابلكيشنز، انتر اكتف ترانزاكشنز، ترانزاكشن بيزد ابلكيشنز، وامبيدد كنترول سيستم. والسلام عليكم ورحمة الله.